بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء الطلبة سنة ثالثة ثانوي علمي جميع الشعب العلمية، تقنية رياضية، رياضيات، علوم تجريبية. إذا بعدما لخصت لكم الدرس عن التحويلات النقطية في الأعداد المركبة، إذا شفنا التحويلات الأربعة اللي هي الانسحاب التحاكي الدوران والتشابه المباشر. إذا مديت لكم كل ما يتعلق بها والشروط، كيف يكون، متى يكون انسحاب، متى يكون تحاكي، متى يكون دوران وتشابه. إذا ما عليكم إلا في أي تمرين من التمرينات على التحويلات النقطية في الأعداد المركبة الالتجاء إلى هذا الجدول، راح إن شاء الله يفيدكم كثيرا، خاصة في العبارات التحليلية. إذا اليوم حبيت نجيب لكم تمرين تطبيقي، حتشوفوا كيف راح نطبق احدى العبارات هذه التحليليه. اذا اليكم التمرين التطبيقي، فقط اطلب منكم انكم تحاولوا فيه ثم تولوا للحل. اذا نبداو على بركه الله. التمرين يقول في المستوى المركب او يو في نعتبر التحويل النقطي اس تشابه مباشر، ذو عنده المركز تاعو اوميغا 1 1 ونسبته ك تساوي جذر 2 وزاويته هي تيتا بي على 4. السؤال الأول، S هي لكل ان ذات اللاحقة زد صورتها ان فتحة ذات اللاحقة زد فتحة. يقول السؤال الأول عبر عن زد فتحة بدلالة زد. ثانيا، لنعتبر تحويل النقطي R حيث المعرف كالتالي، لكل ان ذات اللاحقة زد صورتها ان فتحة ذات اللاحقة زد فتحة، بحيث زد فتحة معرف كالتالي اي زد زائد ب، او عفوا زائد 2، ب هنا يمثل 2 و ا يمثل اي. عين طبيعة R وحدد عناصره، ثم عين العبارة التحليلية للتحويل R رون S. ما معنى R رون S؟ R تركيب، هي تركيب تحويلين. اذا نبدأ على بركة الله. في السؤال الاول، اذا راح نكتب المعطيات اولا. في حل اي تمرين لازم تحطوا روحكم، انا حبيت نعلمكم المنهج الصحيح لحل اي تمرين. اولا ما تخلعوش، اولا تفهموا السؤال، اولا تكتبوا المعطيات. اذا نكتب كل المعطيات، اضع نفسي في المعطيات التمرين، نكتبها، نحاول نكتبها. اذا اس هو التحويل النقطي الذي يحول ام الى ام فتحه، ومعطى في التمرين ان اس هو تشابه مباشر مركزه اوميغا. إذا مركزه أوميغا ذات الإحداثية 1 1، مباشرة نكتب اللاحقة تاعو، لأن 1 يمثل إكس الجزء الحقيقي وإيكغريك يمثل الجزء التخيلي، مباشرة نكتب هذا هو إكس وهذا هو إيكغريك، ثم نكتب على شكله الجبري. إذا يكتب على شكل زد أوميغا 1 زائد إي. بعد ذلك نكتب ك يساوي جذر 2 وتيتا يساوي الزاوية بي على 4. الآن طلب منا العبارة التحليلية للتشابه. إذا احنا عرفنا حسب الجدول أن العبارة التحليلية للتشابه هي عبارة كالتالي، زاد فتحة ناقص زاد أوميغا اللي هي المركز تساوي ك في النسبة أسية إي تيتا في زاد ناقص زاد أوميغا. هذه هي العبارة التحليلية تاعو، فقط نعوض زاد أوميغا، نعوض ك، نعوض تيتا. إذا ننطلق على بركة الله. إذا انتبهوا معايا، إذا زاد فتحة ناقص هذه زاد أوميغا اللي هو نديرها بين قوسين 1 زائد إي، ثم تساوي جذر 2 أسية إي تيتا هي بي على 4. إذا عوضت بي على 4، إذا في زاد ناقص 1 زائد إي، 1 زائد إي هي زاد أوميغا. نتابع. قبل ما نتابع، حنا نعلم أن أسية إي بي على 4 تكتب على شكل كوسينوس بي على 4 زائد إي سينوس بي على 4، ثم كوسينوس بي على 4 ما هي إلا جذر 2 على 2 زائد إي جذر 2 على 2. إذا نعوض، إذا تصبح لي زاد فتحة تساوي جذر 2 في جذر 2 على 2 زائد إي جذر 2 على 2 بعد ما عوضت أسية إي بي على 4، ثم في زاد ناقص 1 زائد إي. الآن هنا ناقص 1 زائد إي جبتو للطرف الآخر تولي لي زائد 1 زائد إي. ثم نبسط هذه العبارة، إذا كي نضرب جذر 2 في جذر 2 واش تصبح؟ تصبح 2، 2 على 2 1، إذا هنا أتحصل على 1، زائد نفس الشيء جذر 2 في جذر 2 2 تقسيم 2
واحد، إذن تصبح لي إي. هذا في بين قوسين في هنا زائد ناقص واحد زائد إي زائد واحد زائد إي، نتابع. إذن تابعوا فقط معايا. إذن وش راح ندير؟ راح أنشر واحد زائد إي على هذا يعني على زاد ناقص واحد زائد إي. لاحظوا معايا، إذن يخرج لي واحد زائد إي في زاد ناقص واحد زائد إي في واحد زائد إي، تصبح لي واحد زائد إي الكل مربع. أتمنى فقط أن يكون واضح. ثم زائد هذا العدد اللي هو واحد زائد إي، أتابع. إذن هنا زاد فتحة بدأت تظهر العبارة التحليلية، هي واحد زائد إي في زاد، لأن حبيت نلقى العبارة التحليلية اللي هي كالتالي. لاحظوا معي، نكتبها لكم على جنب. العبارة التحليلية اللي حبيت نلقاها هي عبارة عن زاد فتحة تساوي أ زاد زائد ب، ثم مع أ و ب أعداد مركبة. إذن هنا بدأ يظهر هنا وشنو هذا العامل؟ هو أ. إذن فقط الب، نبسط هذه العبارة. إذن ناقص، هنا نستعمل الجداء الشهير الأول، إذن يصبح لي واحد زائد اثنين في إي، نستعمل الجداء الشهير رقم واحد اللي هي أ زائد ب الكل مربع تساوي أ مربع اللي هو واحد مربع زائد اثنين في أ ب، اثنين في واحد في إي، إذن اثنين إي، ثم زائد إي مربع زائد أكمل واحد، أعتذر، واحد زائد إي، أتابع. إذن نتابع. إذن هنا واحد زائد إي زائد إي مربع هو ناقص واحد، إذا زاد فتحة تساوي واحد زائد إي في زاد ناقص بين قوسين واحد زائد اثنين إي ناقص واحد، إذا زائد واحد زائد إي، نتابع. زاد فتحة يساوي واحد زائد إي زاد، هنا واحد ناقص واحد يروح، يبقى لي زائد هنا زائد اثنين إي، لكن مضروب في ناقص، ناقص اثنين إي، هنا زائد واحد زائد إي، ثم هنا زاد فتحة تساوي واحد زائد إي زاد، هنا ناقص اثنين إي زائد إي، تولي لي ناقص إي وزائد واحد. إذن أخيرا العبارة التحليلية للتشابه هي زاد فتحة تساوي واحد زائد إي زاد زائد واحد ناقص إي، هذه هي العبارة التحليلية للتشابه تاعنا أس. مع العلم أن هنا أ تاعي ماذا يساوي؟ إذن أ هو واحد زائد إي و ب هو واحد ناقص إي. أتمنى فقط أنني لحد الآن مفهوم. نتابع السؤال الثاني. إذا نتابع. إذا لاحظوا معايا، يقول السؤال الثاني: نعتبر تحويل النقط R المعرف كالتالي: لكل M ذات اللاحقة Z يقرأ هكذا، صورته M فتحة ذات اللاحقة Z فتحة، المعرف كالتالي: Z فتحة يساوي E Z زائد 2. إذا يقول السؤال: ما هي طبيعة التحويل وحدد عناصره؟ إذا مثل هذا السؤال يكرر كثيرا في تمرينات التحويل، التحويلات النقطية. أولا، ما معنى طبيعة التحويل؟ طبيعة التحويل يعني معناتها هل هو تشابه، هل هو انسحاب، هل هو تحاكي، هل هو دوران. أما تحديد عناصره فإيجاد، يعني إذا كان مثلا دوران فإن نلقاو الزاوية ونلقاو المركز، أما إذا كان تشابه مباشر نلقاو المركز والزاوية والنسبة إلى غير هذه. هذه هي معنى العناصر. إذا لاحظنا أن السؤال هذا سؤال في الاتجاه الثاني، يعني ما نقولش المعاكس. بعدما شفنا في السؤال الأول مدنا العناصر ثم جبنا العبارة التحليلية، أما في هذه الحالة عندنا العبارة التحليلية، علينا أن نجد الطبيعة والعناصر تاعو. إذا لاحظوا معايا، إذا أول شيء واش راح نبدأ، ركزوا فقط معايا. إذا قلت لاحظوا معايا، عندي تحويل نقطي زاد فتحة يساوي إي زاد زائد 2، هنا أ تاعي يساوي إي وبي يساوي 2. إذا أول شيء كي شفتوا في الدرس تاع التحويلات النقطية راح ندرس أ.
أ أولا ليس عدد حقيقي، إذا لا يكون انسحاب ولا تحاكي. إذا قلت متابع، إذا كي يجيكم مثل هذا السؤال دائما دائما راح تكتبوا أ ماذا يساوي، ب ماذا يساوي. ثم أول خطوة، أ يساوي إي يعني ينتمي للأعداد المركبة. ما معنى ذلك؟ قلت من قبل أنه ليس تحاكي ولا ليس انسحاب وليس تحاكي، لأن التحاكي لازم يكون أ عدد حقيقي. ثاني شيء، أ ينتمي للأعداد المركبة، إذا احتمالين، يا إما يكون دوران يا إما يكون تشابه مباشر. إذا باش نعرف هل هو تشابه مباشر أو دوران لازم نحسب الطاولة. إذا حساب الطاولة أ، إذا نحسب طاولة أ هي طاولة إي وتساوي الجذر التربيعي لواحد مربع وتساوي واحد. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن طاولة أ هي واحد. قلنا في الدرس أن كي تكون الطاولة، لاحظوا معايا، الطاولة تساوي واحد، الطاولة تساوي واحد، هذا مباشرة نستنتج أن التحويل R هو دوران. إذا ما علينا، إذا نقول التحويل هو دوران، ثم نستنتج أو نحدد عناصره. إذا نتابع، إذا قلنا أن R هو دوران، إذا جاوبنا على سؤال طبيعة التحويل، إذا طبيعة التحويل هو دوران. الآن نحدد عناصره، عناصره في الدوران كاين عنصرين، الزاوية والمركز. نبدأ بالزاوية، إذا نقول لتكون تيتا زاوية الدوران R، نعلم أن زاوية تيتا هي عمدة A، A هنا هو E، إذا أرك E ماذا يساوي؟ نعلم أن أرك E هو بي على 2، إذا نكتب بي على 2، نكتب هنا بي على 2، ثم إذا تيتا تساوي بي على 2. إذا بعدما لقينا الزاوية تاعو ننتقل إلى المركز. دائما نفرض أن أوميغا هو مركز الدوران ذات اللاحقة زد أوميغا. إذا بالتعريف حسب القانون شفناه في الدرس أن زد أوميغا تساوي ب على واحد ناقص أ، وب على واحد ناقص أ نعوض ب، قلنا ب أنه يساوي 2 على واحد، واحد ناقص أ اللي هو إي. ثم بعد ذلك نكتبه على الشكل الجبري تاعو، إذا نضرب في المرافق، مرافق واحد ناقص إي هو واحد زائد إي، تولي لي 2 في واحد زائد إي تقسيم واحد ناقص إي في واحد زائد إي. إذا هنا تخرج لي واحد في واثنين في واحد زائد إي هي 2 زائد 2 إي. ثم هنا واحد ناقص إي في واحد زائد إي نعرف أنه هو إكس مربع زائد إيكغريك مربع، إكس هو واحد، إذا واحد زائد إي مربع اللي هو واحد، إذا تخرج لي 2. إذا هنا إذا نتابع، لاحظوا معايا زد أوميغا راح تساوي لي نح 2 كعامل مشترك هنا، إذا تولي لي 2 في واحد زائد إي تقسيم 2. إذا نختزل 2 مع 2، أخيرا تخرج لي زد أوميغا تساوي واحد زائد إي. إذا المركز هو ذات اللاحقة واحد زائد إي، أتمنى فقط أن يكون واضح للجميع. ننتقل على بركة الله للسؤال الأخير، يقول عين العبارة التحليلية للتحويل آل آر تركيب الدوران تركيب تشابه. لاحظوا معايا، إذا انتبهوا معايا، إذا يقول السؤال الأخير ب، ما هي العبارة التحليلية لآر تركيب أس؟ إذا ما معنى العبارة التحليلية لـ R تركيب S؟ هي معناتها أن نكتب R تركيب S لصورة Z هي على شكل A زائد زائد B. إذا نبدأ على بركة الله، نعلم أن العبارة التحليلية لـ S هي Z فتحة تساوي 1 زائد E في Z زائد E زائد 1 زائد ناقص E، والعبارة التحليلية لـ R هي Z فتحة تساوي E Z زائد 2. وهذه تركيب هذا التحويل هو تركيب دوران مع تشابه مباشر. إذا انتبهوا معي، نبدأ نقطة بنقطة. إذا نكتب مثل الدوال، مثل تركيب دالتين، احنا نعرف أن F أورانج G ل X تساوي G ل F ل X، نفس الشيء. إذا R تركيب S ل Z، هنا بق فقط أنا في الأعداد المركبة، إذا هو R ل S صورة S لزد. نعلم أن صورة
زاد بالتشابه اس هو 1 زائد اي زاد زائد 1 ناقص اي. اذا نكتبه، اذا 1 زائد اي زاد زائد 1 ناقص اي. ثم ما هي صورة 1 زائد اي زاد زائد 1 ناقص اي بالتحويل ار؟ هو ما هو الا نعوض بالتحويل ار، يعني نضرب الصورة هذه، هذا العدد كامل اللي هو 1 زائد اي في زاد زائد 1 ناقص اي في اي، ثم اضيف له العدد 2. اذا كتبته لكم باللون المغاير. اذا اي في 1 زائد اي زاد زائد 1 ناقص اي زائد العدد 2. نتابع. اذا واش راح ندير؟ راح انشر اي على 1 زائد اي، اذا اي في 1 زائد اي زاد، ثم اي في 1 مثل اي، اي في ناقص اي ناقص اي مربع اللي هو زائد 1، لان اي مربع هو ناقص 1، ناقص 1 في ناقص مثل زائد 1 زائد 2. ثم نتابع. اذا ننشر مره اخرى اي في 1 زائد اي، تمدلنا اي في 1 اي، اي في اي اي مربع زاد، ثم هنا اي زائد 1 زائد 2 زائد 3. اتمنى فقط انكم تركزوا معايا. ثم ار رون زيد اس او ار تركيب اس صورته لزاد تساوي، اذا اي هنا اي مربع هو ناقص 1، اذا اي ناقص 1 زائد زائد 3 زائد اي. اخيرا العباره التحليليه ل ار رون اس او ار تركيب اس تساوي، عفوا انا هنا ما كتبتش تساوي، تساوي. اذا نكتب، نبدا بالعدد الجزء التخيلي، العدد المركب هذا، ناقص 1 زائد اي زاد زائد 3 زائد اي. اذا ناقص 1 زائد اي يمثل ا، و 3 زائد اي يمثل الب. اذا اخيرا خرجنا الى عباره تحليليه على شكل ا زاد زائد ب. اتمنى فقط ان يكون واضح للجميع. صدقوني ان الدرس اللي درته لكم الملخص راح ينفعكم كثيرا كثيرا في حل اي تمرين، لان هناك عباره تحليليه، هناك كل ما يلزم باش تفهموا الدرس وتجيبوا على اي اسئله كانت على التحويلات النقطيه. اذا في الاخير ما علي الا ان اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصح فطوركم، والى الملتقى ان شاء الله. في انتظار تعليقاتكم، لن ايأس لن ايأس، شعاري انني لن ايأس ابدا الى غايه امتحان شهاده البكالوريا. اذا استفاد مني 1 أو 3 رغم ان المشاهدات قليله جدا تصل الى 36 37، لن ايأس ابدا. هذوما ارحب بهم، اللي راهم يشوفوني مرحبا بكم مره اخرى، ومرحبا اللي راهم جايين. مبدئي في الحياة أو في القناة أنكم 1 يكفيني. إذا بالتوفيق للجميع، وأستودعكم الله مرة أخرى، وصح فطوركم.